اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الاعزاء في كمان حلقه من برنامج دروب وجسور اهلا وسهلا فيكي كريستين اهلا رنا موضوعنا اليوم جدا جدا هيك غير عن العاده وكيف تعودنا عن الاولاد والازواج والموضوع اليوم عن الولادة والزوج الازواج سؤال لك قبل ما اسالك سؤال احنا كلياتنا لما بنقبل على الزواج واحدة من الخطط اللي بتكون عندنا هي انه ننجب اولاد رح. في يوم من الايام تعالي نحكي شوي صغيره عن الاولاد والولاده قبل ما نفوت للامور الثانيه احكي لنا شوي صغير عن الاولاد والولاده اول شيء لازم نتذكر انه الاولاد هن بركه من عند الرب الكتاب المقدس بعلمنا انه لما الله خلق ادم وحواء قال لهم اكثروا واثمروا واملؤوا الارض صحيح اوكي كان هدف الرب انه يكون في استمراريه من جيل لجيل وهذا من خلال ولاده الاولاد لأولاد. صحيح واذا بنطلع على مزمور مية 127 في م -م. عدد ثلاثه بقول وهو ذا البنون ميراث من عند الرب ثمرة البطن أجرة يعني ولادة الأولاد هي بركة خاصة من الله هي هدية وعطية من الله للإنسان. الوالدية هي رسالة جدا عظيمة لأنه احنا الوالدين بحضروا أو بهيئوا أطفال ليبنوا مجتمع المستقبل. صحيح فهي مسؤولية جدا جدا عظيمة وجدا مش يعني مش هوينة لكن تقريبا كل أزواج بيكون عندهم أولاد. صحيح بس كتير مرات احنا بنطلع على كمان على الولاده كانها فتره اللي فيها تزعزع للعلاقه الزوجيه صحيح عادة عملية فترة الحمل هي فترة اللي فيها بيكون في تقارب كتير قريب بين الزوج والزوجة لأنه في طفل مشترك عم بتهيأ حتى يولد بيحكوا على شو رح يعملوا بس شو بده يسموه، شو رح يشتروا، اني غرفه في البيت رح ينام، ايش الاواعي بدني يلبسوه او ان كان بنت اني العاب اني الوان بدني يحطوا في الغرفه، فالتحضيرات للولاده في فترة الحمل هي تحضيرات مشتركه. وما ننسى كمان دلع اللي بتاخذه المراه في فتره أوه الحمل. والاهتمام كمان من زوجه كمان من العائله من الجميع حواليها، فهي فتره كتير حلوه بتقرب بين الزوجين. بتقرب بالعلاقة بيناتهم صحيح لكن الولادة بحد ذاتها وبالذات الفترة الأولى الأشهر الأولى جداً من الولادة هي فترة اللي بتعمل زي تزعزع وتخلخل في العلاقة الزوجية مم. وهذا برجع لأنه السبب وراء هذا هو أنه الولادة بحد ذاتها هي نوع من أنواع الأزمة اللي بتدخل للعيلة عملياً كل تغيير العيلة بتفوت فيها هو نوع من, من الازمه يعني ان كان تغيير سلبي او ايجابي حتى الانتقال لبيت جديد هو ازمه، هو شيء مش روتيني، هو شيء مش عادي، هو شيء جديد صحيح فممكن يعمل خلخله في التوازن في العلاقه بين الزوجين. م -م -م. يعني الخلخله هاي ممكن تكون او توصل لجانب ايجابي، ممكن توصل لجانب سلبي. إيه الجانب الايجابي انه كل ما الإشي كان صعب الزوجين عرفوا يتعاملوا معاه بطريقه مشتركه عرف يكونوا متحدين مع بعض رح تقبل على مية 100% صح فالازمه ممكن تكون او تعطي إشي ايجابي للعلاقه الزوجيه بينما ممكن تروح للاتجاه الثاني وتكون سلبيه بانها تفكك فجب. العائله وتعمل فجوه بيناتهم وغريب نسمع انه هل الاولاد اللي هني بركه من عند الرب ممكن يكونوا سبب لتفكك الزواج مم. يعني شيء ما بيمشيش مع بعض بس تعرفي الابحاث بتعلم بتقول انه بين 40 ل 70 بالمية من الازواج في عندن انخفاض في الاكتفاء الزوجي بعد الولاده تبعت الاولاد نسبه كتير كبيره نسبه جدا كبيره طب شو اللي بوصل لهذا ليش بيصير في عدم اكتفاء أه. وطبعا هذا برجع بسبب التغيير اللي بيصير بعد الولادة أول إشي في تعب جسدي في سهر صحيح. في في عدم نوم في هرمونات المرأة كمان بيكون مش محلة طلع نازلة طبعا في تغييرات التواصل والعلاقة بين الزوجين بتبطل بطل علاقة متمركزة حوالي الزوجين إنه بتتمركز حوالي الطفل مم. والعلاقة الزوجية مرات تهمل بطريقه او باخرى اللي, اللي بتصير في تباعد معين بين الزوجين <applause> فالولاده بمقدار ما هي بركه بمقدار ما هي هديه وعطيه وشيء مفرح بنكون نستناه ونتوقعه بقدر ما ممكن ياثر كالعاصفه على الزواج <applause> ممكن ممكن يكون سلبي ممكن يسبب الالم ممكن يسبب الابتعاد التفكك في العلاقة فمهم جدا ننتبه مع الولادة ومع هاي البركة في مخاطر إذا بنكون حاضرين قدام هاي المخاطر عارفين كيف نتعامل معها ممكن نتخطاها ونمرقها وبالعكس يكون الولادة شيء يقرب الزوج والزوجة ويبني العيلة وإذا لا ممكن تسبب لانشقاق ولا تفكك وابتعاد ولا بين الزوجين وبدل وتجيب النتيجه الغير مرغوب فيها. عشان هيك احنا اليوم هون اختي كريستين حتى نحكي لكل انسانه مقبلة على الحمل أو يمكن حامل في هاي لكل الفترة زوج، لكل زوج لكل إيش هي المخاطر اللي ممكن تواجهن ورح نعطي كمان بعض الحلول أيوة رح نوقف هون أخت كريستين يا الأعزاء خليكم معنا بعد فاصل أول ورح نرجع ذكر قبل الفاصل حكينا عن الولاده والاولاد وقلت انه في بعض المخاطر اللي ممكن تواجه الزوج بالذات في الاشهر الاولى من ولاده اول طفل فاحكي عن اول خطر بوجههم الخطر الاول هو الاندماج المفرط بين الام والطفل يعني لما الطفل بولد الام هي كل عالمه هي كل الحياه بالنسبه له هي كل شيء بيعرفه بالدنيا إيه اللي بصير هون انه بما انه الام هي المصدر الاساسي لتسديد احتياج الطفل هي بتقدر تقرا كل المؤشرات اللي هي موجوده عنده يعني لما جوعان بتقدر تعرف انه هو جوعان بتعرف انه هو تعبان بتعرف انت محتاج يتغير الحفاض تبعه فالام بتقدر تفهم ايش عم بيصير مع الولد بتقدر تقرا المؤشرات اللي هو بيعطيها فبتشعر انه هي الوحيده بس بتقدر تفهم عليه م. وعمليا بتصير تحس انه بس هي ممكن تفهمه حدا تاني ما بيقدر يفهمه أه. اللي بصير هون انه هي بتتكوقع في دائرة ما بتخلي حدا يقرب عليها ولا حدا يدخل لهاي الدائرة ولا حتى زوجها. مم. يعني الأم ممكن ما تثق في الآخرين أنه يعطوا لطفلها زي ما هي بتقدر تعطي. يمكن ما تثق أنه هن بيعرفوا يعطوا أو ما ما تحب كيف هن بيعطوا، بدها تعطي أفضل ما هي بتقدر، بهاي الطريقة بتحاول تمنع الآخرين من الدخول لهاي الدائرة، بصير في اندماج بين الأم والطفل وبسمحش لاحد اخر يدخل للدائره هاي هيك بحط عملين الرجل على جنب بالضبط فبصير في تنحي للرجل ممكن يكون تنحي تبع الزوج هو تنحي طوعي يعني هو بشعر حاله مش مفيد في في هاي العلاقه او مش قادر يكون معطاء لهذا الطفل او مش عارف يعتني فيه مش عارف كيف يحمله مش ك... مش عارف كيف يغير له فبتنحى لا خليها هي تعمل بما انه هي بتعمل افضل مني مم. ممكن يكون التنحي مكره عليه يعني الزوج تنحي على جنب لانه ما بتثق في انه بيقدر يعطي الطفل كيف ما لازم مش هيك بغيروا مش هيك بطعموه مش هيك بنيمول, مش هيك يعني كل وكانه بس اشي بتعمل صح وهو بعملش صح او انه ممكن يعمل بس مش كفايه بالنسبه لإله أه. يمكن بالنسبه له بيعمل افضل ما بعرف بس بالنسبه الها بنفع احسن أفضل ما تعملش اشي خليني انا اعمل م. بصير هون في مشكله المشكله الاولى اول اشي ابتعاد بين الزوجين لانه الزوجي صارت اه اهتمام تمام الاول والتعلق تبعه هو الطفل والرجل راح على جنب ثانيا في مشكله بين الاب والطفل الام بتولد او تعال نقول هيك الامومه بتولد وقت الحبل يعني فتره الحمل الام بتبقى تحس الطفل بتبدا علاقه بينه وبينه حتى قبل ما تشوفه صحيح الاب ما عنده هاي ما عنده هذا الاختبار فالاب بيبدا يشعر بالابوه باللحظه اللي بولد الطفل وبيبدأ يعتني فيه اذا الام بتمنع من الاب انه يقرب على الطفل بتمنع انه يعتني فيه يحمله يغيرله يطعميه عمليا عم تمنع تطور الابوه او هذا الحس تبع الاب في داخله او كمان العلاقه من ناحيه الطفل للاب كمان مزبوط مزبوط لانه الطفل بتعلق بالشخص اللي بعتني فيه فاذا الام هي الشخص الوحيد اللي بيعتني فيه رح يتعلق فيها بينما لو الاب كمان كان جزء من هذا الاعتناء من هاي الرعايه الولد بيتعلق كمان بالاب بصير في عنده تنان يتعلق فيهم وتنين ياخذ منهم تنين يتعلم منهم مم. وهذا بذكرني بشيء اختك كريستين هيك في مجموعه اشخاص نقعد معهن وحده من النساء ضلت تشكي تقول حتى لما بكون جوز جوز جنبي بضل اولادي ماما ماما وكانه فيش حدا بالبيت غير انا فهذا بخدنا يمكن هي واحدة من الاسباب انه الولد يتعلق في الام انه هي كل وقت موجوده ما بتعطي الابو يكون يعني جزء من هاي العائله ويساعد فلما عم بيكبر الولد بتصير هي تقول لك هو بيساعدنيش مزبوط مزبوط مش بس هيك يعني ممكن كمان الاب بحاولش اشي يعطي لانه حاسس انه الام عامله الاشي كيف ما لازم في فيش حاجه يتداخل ففي هون نصايح للتنين اول شيء بدها توجه للاميات كتير مهم انه تعطوا للاب يعمل حتى لو انه مش بنفس الجوده اللي انت بتعملي فيها 100% يمكن يعني. الاداء تبعه يكون اقل يمكن انت بتحبي يحمل ولد بطريقه معينه هو بيحمله بطريقه ثانيه بشوف اميات بتقول لا مش هيك تحمله احمله هيك مش مهم كيف يحمله المهم الولد محمول مش مهم اذا البلوزه جاي بالضبط كيف ما لازم المهم الولد لابس تعال تطلع على الاشي اللي ابعد من الاداء الفوري انما نطلع على الشيء الابعد على العلاقه اللي عم تنبنى بين الاثنين إيه مش ضروري الولد ياخذ الشيء كامل ومثالي اعطي شيء كفايه منيح اللي على القليل اتاكد في علاقه عم تنبنى بين مم. طفلي وبين زوجي بين صحيح. ابوه بعدين مش دائما ايش انا بعطي كزوجي هو الافضل لابني مسموح يكون يتعلم اسلوب ثاني مسموح يكون في اسلوب اخر عم بتداخل في العنايه بالطفل فلما الام تبدا قول تطلق شوي من هاي المسؤوليات وتسلمها للاب يعني تتقبله حتى بحسب مقدراته تنسيش الاب بحاجه لحدا يقدره على ايش عم بيعمل بي لانه هو عم بيحاول شيء مش ما انولدش معه صح شيء جديد عليه شيء جديد عم بحاول يكون اب عم بحاول يكون والد فعال في العنايه بابنه مه. فانا بشجع الاميات اعطي زوجك وقدري العطاء اللي عم بيعطيه حتى لو انه ما كانش بجوده عالي كيف انت متوقع 100% بعدين مش بس هيك هذا الامر عمليا مساعده الاب للزوجه بزيل نوع من الحمل اللي كل وقت موجود على الام الارهاق اللي دائما موجود ممكن يخف لانه في حدا عم يساعدها مش لحالها من الحمل 100% 100% وبالنسبه للاب انا بقول هيك الابيات الطفل هذا لك زي ما هو لإلها مش بس واجب عليك انك تعتني بالطفل هو حق كمان لإلك انك تعتني فيه لانه بعنايتك بطفلك انت عم بتطور علاقتك معه عم بت... ابنك عم بتعرف عليك وانت عم تتعرف عليه صحيح و... وابنك عم باخذ منك وعم بتعلم منك إيه ممكن كتير من الرجال يمتنعوا عن العنايه بالطفل بسبب الاحباط اللي بتسبب اياه الفشل في عنايه فيه يعني بحاول أبى يحفظ الطفل وما ما عم بزبط معه بشعر باحباط بقول لزوجته خذي انت تعملي هاي الشغله لانه انا بعرفش اعملها كل ما تحاول اكثر رح تنجح, تنجح اكثر كل ما الوقت يمر وانت عم عم تعتني بالولد رح تصير تصير عندك مهارات اكثر في مم. هذا المجال مم. فولا مره تيأس هذا الشيء جدا جدا مهم لبناء العلاقه الابويه والعلاقه علاقه الام مع الطفل الطفل مع مع امه الاب الطفل والطفل مع ابوه وبرضه كمان علاقه الزوجيه صحيح okay. الوالديه بشيء او بشقة بشيء تاني. لما احنا نعمل اشياء مع بعض احنا مشتركين في انجاز عمل معين احنا بنكون اكثر قراب لبعض بينما لما كل واحد عليه وظيفه والتاني ما ما خصوا فيها في فجوه معينه راح تكون يعني عمليا الوالديه مش لازم تكون على حساب الز الزوج انما نبني علاقه زوجيه ونفس الوقت نكون ولدين مثاليين، يعني نعمل ما افضل ما عندنا حتى نطور جيل مستقبل ناجح. مزبوط وباختصار بهذا الموضوع بشجع الاميات اعطي فرصه للاب يكون متداخل في رعايه وعنايه الطفل بالذات زي ما انت عم تعملي. رائع جدا اختي كريستين رح نوقف هون ورح نرجع حتى نكمل على المخاطر ثاني ولكن رح نطلع معكم لفاصل ثاني ورح نرجع خليكم معنا. قبل الفاصل حكينا عن واحد من اللي ممكن تواجه الزوج بالذات في الفتره الاولى من ولاده الطفل الاول ايش في كمان اخطر بتواجهنا خطر ثاني ممكن يواجهوه الازواج هو فقدان الحماميه عاده المراه بعد الولاده بالذات اذا كانت الولاده صعبه او فتره الحمل صعبه وولاده صعبه بيصير في عندها انخفاض في في الرغبه الجنسيه في في قيام في القيام بعلاقه جنسيه <applause> احيانا هذا موجود بسبب تاثير كمان الهرمونات تغيير الهرمونات في جسد المراه بعد الولاده في يعني خلخله كبيره في كل توازن الهرمونات في جسم المراه ضيقه فرحانه ضيقه زعلانه ضيقه غضبانه مش عارفه ليه ضيقه مش عارفه شو تعمل محالها هاي المشاعر كلها مرقنا فيها طبعا موجوده صح و. وهي المشاعر سببها تغيير هرمونات أوكي ف... بسبب تغيير هرمونات واحدة أو واحدة من هاي النتائج هي فقدان الرغبة الجنسية فقدان الرغبة الجنسية م -م. شيء تاني ممكن يأثر هو الرضاعة كمان الرضاعة بتأثر على رغبة المرأة في في العلاقة الجنسية عشان تعب يعني هي بتتعب كل نهار بجسدها مرهق عم يعني تحاول تطعم هذا ال... بالذات بأول فترة بيكون يمكن كل ساعة ونص كل ساعتين بحاجة طفل يأكل فإرهاق كثير كثير بيكون الارهاق الجسدي كمان هو عامل جدا جدا مؤثر على العلاقه الجنسيه لانه كمان بالليل مش عم بتنام وبالنهار بتكون تشتغل كل وقت مع الطفل فالجسد مرهق جدا ما في يعني حتى يمكن ما بتفكر بالعلاقه الجنسيه صح وحتى اذا بيكون في عنده وقت تستغل عمليا بالنوم مش مزبوط بيقام مزبوط عشان هيك بتلاقي بعض النساء بمتنعوا عن اي تلامس جسدي مع الرجل حتى ما يصلوا لعلاقه جنسيه لانه م. بيكونوا مرهقات م. النتيجة من هذا أنه بصير في ابتعاد عاطفي بين الطرفين لأنه فيش علاقة جنسية صحيح إيه بعض الازواج بفسروا الحب من خلال زوجتي بتعطينا علاقه جنسيه مم. فلما بتنعدم العلاقه الجنسيه معناه انعدم الحب وهذا تفسير خاطئ مرات صحيح. فجدا مهم انه الزوجه توضح ايش عم بتصير معها قدام زوجها تحكي عن مشاعرها تحكي حتى عن هذا الجانب ايش عم بتحس ناحيته ليش ليش مش عم يعني ايش عم بيصير معها تشاركوا بانفتاح على ايش عم بيصير معها رائع إيه الحب بطرق اخرى مش دائما الجنس هو تعبير عن الحب في عده طرق اخرى نعبر فيها عن الحب ميبني. مثل انه نتكلم كلمات ايجابيه نمدح بعض أه, نخدم بعض نعمل اشياء لاجل بعض مرات اللمس الجسدي من غير مش لمس جنسي اما لمس جنسي يمكن. جسدي بالضبط ممكن يرجي حب، ففي عده طرق غير الجنس ممكن يعبر عن الحب. صحيح. إيه وبالنسبه للرجل مهم إن الاب يعرف انه هالفتره هي فتره رح تمرق، هي فتره زمنيه مش رح تستمر كل الوقت إيه تاثيرها هو هرمونات مش أكتر من هيك رح تتغير مع الوقت، مهم الرجل يكون متفهم إيه يعطي زوجته حب من غير جنس مش دائما الحب هو الجنس. <applause> يكون داعم بهالفتره انه كثير ويك... مهم يكون داعم للمراه اذا لا هي ما راح تحس حالها انه مش قادر يفهمني يعني انا عم بعطي كل اللي عندي حتى هذا الطفل يكون مسدد كل احتياجاته وانت مش قادر تفهم انه انا مش اشي ضدك عمليا انما مزبوط. انا بحاجه الطفل بحاجه لي بهالفترة مزبوط يعني لانه المراه ممكن تحس انه كمان طفل بده منها وكمان الزوج من بده منا طب مين بده يعطيها فهذا بزيد للمراه كمان انهيار وتعب يعني رح صح. تتعب مزبوط مزبوط مم. بزيد التوتر في فيها هي يعني بكفي انه كثير مسؤوليات عليها وكمان الشعور انه هي مش مقصره مع زوجها شعور راح يكون كبير صحيح طيب اختي كريستين هل في بعد اخطار ممكن تواجهنا في هاي المرحله من حياتنا؟ الخطوره الثالثه اللي بدنا نحكي عنها هي تقلص التواصل في العلاقه الزوجيه مم. قبل الولاده كان كل الوقت المتوفر للزوجين هو لهم الاثنين المواضيع اللي بيحكوها هي مواضيع بتخصهم الاثنين يعني كان يعرفوا كثير شيء عن بعض لانه كل شيء بشغلهم هو واحد الثاني لكن بعد الولادة الانشغال تبعهم بيصب على الطفل عادة إحنا عايشة منحكي على إيش بنحكي على المهم بحياتنا على المهم على شغلنا وعلى اللي. اللي عم من عم نفكر فيه مده. فبما إنه الطفل هو علمنا الجديد فإحنا كل مواضيعنا رح تتقلص في الطفل هذا مم. وللأسف نفقد الحديث عن المواضيع الأخرى اللي كنا نتحدث عنها في الماضي فبتلاقي الزوجين وهذا مقبول طبعا إنه كل وقت حديثهم عن الطفل طب لو في مشاكل عم بيواجهها الرجل في في العمل، وين راح يحكوا عنها؟ مين متفرغ حتى يحكي عنها؟ صحيح فبصير في شوي ابتعاد من ناحيه التواصل بالعلاقه بيناتهم، بعدوش يعرفوا كثير عن بعض لانه كل شيء عم بيحكوا عنه هو هذا الطفل الولد مشي، الولد طلع أول سن، الولد بكي اليوم اكثر من لازم بشكل غير مباشر نام وما نمش ماسكه معدته غير غيرتله غيرت له شغلات يعني بيكونوا على الانانه والحفاضات صحيح هاي المواضيع تبعتهم مش اكثر من هيك صح وفجاه الرجل بلاقي فيش له حدا فقد الصديقه اللي كان يشاركها والمراه يمكن فقدت الصديق اللي كانت تشاركه عن مشاعرها الخاصه ايه بهاي الحالة أنا بشجع الزوجين لقولكوا ولو ربع ساعة مش أكتر بس ربع ساعة خلال النهار تكون فيها وقت جوده لإلكم التنين. حطوا موضوع الطفل على جنب، احكوا عن حالكم. الزوجة تسأل زوجها كيف كان نهارك؟ مثلاً، شو عملت خلال النهار؟ كيف كان شغلك؟ ايش الصعوبات والتحديات اللي عم بتصير معك؟ بتعرفي شو؟ ايش أنت حاسس أنك أنت صرت أب؟ مع الأدوار الجديدة اللي عم ناخذها. يحكي شوي عن مشاعره. نفس الشيء الرجل يسأل زوجته كيف هي حاسة؟ شو الصعوبات اللي عم بتواجهها؟ في اشي حابه تعمله في اشي ناقصه في اشي مشتاقه تعمله كمان مزبوط بركي مشتاقه ترجع للشغل بركي مشتاقه تكون مع صحباتها يبدو يحكوا عن اشياء شوي مختلفه عن الطفل وكلها بس ربع ساعه كل يوم مش اكثر من هيك رائع جدا اختي كريستين رح هون كمان دور رح نرجع نحكي عن كمان مخاطر اخوتي فاصل الأخير رح نرجع خليكم معنا أختي كريستين موضوعنا رائع جدا وحكينا لحد إسا عن ثلاث مخاطر بتواجهنا في الزواج بالذات بعد ولادة الطفل الأول في أول فترة من ولادته. ايش فيكم المخاطر بتواجهنا؟ الخطر الرابع هو توتر في العلاقات مع العائلة الموسعة. مم. طبعا مع كل ولد بنولد بينولد أب وأم بينولد جد وجدي صحيح خالي وخالة أخو أخت أخو وأخت عم عم, عم وعمات فأدوار أخرى بت... بتنولد مع هذا الطفل وعادة العائلة بتحب العائلة الموسعة بمجتمعنا تعني المجتمع العربي بتحب تشارك في العناية في هذا الطفل فبتلاقي كل أم في العائلة عندها نصيحة تعطي للأم الحديثة كيف تعمل كيف تعمل حتى يمكن مرات نصائح متضاربة هاي بتقولها نايميها على جنبه هاد نيميها على بطنه هاد نيميها على ظهره والأم بتلاقي الأم الحديثة ضاعت ضاعت مش عارفة إيش صح وإيش غلط إيش بتكون أعمل يعني صحيح مرات التداخل تبع العائلة بيكون اكثر من اللازم لدرجه بتشعر أو الام إيه كان عبء عبء يعني عبق عن, جد عبء انا بتذكر من لما انا ولدت ابني الاول طبعا بالذات لما بتيجي بعد طفل الأول اختك كريستين ما عندك اي خبره فبدك تسمع هاي النصايح ولكن بتحس وكانه يعني الشتاء عم عليك من نصايح مثل ما قلت كثير تضارب في النصايح مثل تعرف شو تعملي وعلى مرات هاي النصايح بتكون مش بس مجرد نصايح انما طب زيح انا بعمل عنك يعني بتصير الحمى <applause> او لتاخذ هي الدور صحيح. فبيكون اكثر لدرجه انها بتخنق التداخل بيكون يخنق بس من ناحيه ثانيه في في عائلات اللي ما بتتدخل بالمره والزوج بيكون متوقع انه يكون في مساعده بيصير في عنده نوع من خيبه الامل <applause> ممكن يصلوا مرحلة كمان انه يصير في مقارنه عائلتي وعائلتك امي بتساعدني امك بتساعدنيش آه. ليش صحيح. اختي عندي بتيجي بتساعدني واختك بتجيش؟ صح بصير في هذا الخلاف بين الاثنين وبالمره هذا مش مش وقته يعني مش وقته يخلق خلاف من هالشيء يعني هذا بزيد عمليا كل عبء الموجود اوريدي يعني خلاف ولاده الولد هذا الاول عمليا عبء كثير كبير صح فكان كمان نجيب الاهل على الموضوع فخربط صح. يعني فزاد التوتر الحل هو انه الام والاب يتفقوا انه يكونوا متحدين، اول شيء هن مش ضد بعض، هن مع بعض وهن فريق واحد. بدل أحسن للولد بدل الاحسن. ثانيا مهم نتذكر انه العائله اللي حوالينا بس قصدها تساعد وكل اللي عم بيعملوه من منطلق المحبه والشعور انه شعور بالانتماء لالنا، فهن مش عم بيعملوا عشان ياذونا، عم بيعملوا عشان يساعدونا، عشان بحبونا، عشان بدهم الافضل لالنا. بس اذا احنا حاسين انه التدخل تبع العائله اكثر من ما احنا بنقدر نتحمل او اكثر من ما احنا متوقعين منيح نحط حدود بس حدود باحترام بمحبه مش بديش مساعدتكم شك شكرا لاجل مساعدتكم نعطي التقدير بتعرفي شو مش غلط اسمع نصائح الاخرين واتقبلها واشكرهم لاجلها بالاخر اعمل ايش مناسب لي حتى ما اجرح مشاعرهم بس ولا مرة أزيح العائلة على جنب علشان بدي بس طريقتي وبس صح لأنه العائلة مهمة بحالة إنه العائلة ما بتساعد وأنا متوقع إنه يساعدوني الحل هو أتقبل الوضع كيف ما هو هذا الموجود هذا عندي. الموجود عايش معه بالضبط أشكر رب على إيش ساعدوني لحديث اليوم على إيش أعطوا ل... لإلي لحديث اليوم وأكثر من هيك فيش حاجة أدور على مساعدة في دائرة الناس اللي بدها تساعدني او انا وزوجي لحالنا ممكن احط الولد كمان بحضانه اذا هالقد انا بحاجه لمساعده في في حلول في كثير يعني 100% بالمئة. طبعا في كتير حلول بس طلعي بكثره التوقعات بتزيد خيبه الامل مم. فاذا ما توقعش كثير مش رح يكون عندي خيبه امل صحيح. كتير. فانا بقول اذا العائله مش من النوع اللي بتحب تساعد او بتقدر تساعد ما توقعش ما توقعش كثير بضل بضل عندي شعور افضل وبعدين مهم جدا نمتنع عن المقارنه بين العائلتين ننساش انه كل عائله هي مجتمع كامل هي عقيده كامله هي خلفيه كامله ثقافه مختلفه ففي اختلاف بين الاثنين فيش حاجه نقارن بين الاثنين نقبل عائلتنا كيف ما هي وقبل عائله شريك حياتي كيف ما هو رائع أه. هل فيكم اي شيء ممكن يواجهنا اه الشيء الاخير اللي بيوا... ممكن او الخطوره اللي ممكن تواجه الزواج هو ابتلاع العلاقه الزوجيه في الوالديه يعني باللحظه اللي احنا بنصير والدين ننسى كل الادوار الاخرى وبنصب كل طاقتنا واهتمامنا في العلاقه الولدي. مع الاطفال في م. الاطفال سوري علاقتنا او طاقتنا بتروح للوالديه تركين الزوجيه على جنب المشكله بتبين بعد سنين لما الاولاد ينفصلوا عن الاهل بشوفوا الاهل فجاه انه انا لحال وجوزي لحال لحال لا فيش استثمار في العلاقه الزوجيه بينما انا بشجع حتى مع ولادة الأولاد الزوجية لازم تأخذ المرتبة الأولى في العلاقة ميمي. لازم نشتغل على تواصل تبعنا نشتغل على صداقة بيناتنا نقوي علاقتنا الزوجية على الوقت الخاص بيننا مع بعض حتى منيح الأولاد وهن عم ينموا عم يكبروا يعرفوا إنه الماما والبابا لهم الحق يكون عندهم وقت لحالهم ما نيجي يعني الأولاد يبقوا برا وإحنا نقعد شوي لحالنا لو ربع ساعة نتحدث مع بعض احنا ما بدنا نفقد شركاء حياتنا علشان نربي اولادنا صح اوكي الاولاد رح ينطلقوا يوم من الايام رح ارجع اكون مع زوجي فمهم اني احافظ على هاي العلاقه حتى نحافظ على هاي العلاقه اهم شيء نكون عندنا تواصل فعال فيه نعرف نصغي نعرف نحتوي نفهم بع... بعضنا البعض ندعم بعضنا البعض نعرف نعبر عن مشاعرنا نتقبل مشاعر الاخر فهي الاساس لاجل علاقه زوجيه سليمه رائع جدا اختي كريستين للاسف موضوع رائع ولكن حلقتنا انتهت لليوم انا بشكرك كثير اخوتي الاعزاء بشجعكم ما تنسوا تفحصوا الموقع اللي بيطلع خلال حلقتنا وما تنسوا انه في عنا طاقم استشاره اللي جاهز حتى يعطيكم اي استشاره مجانيه اللي انتم بحاجه لها وعلى امل نلاقيكم في كمان حلقه باسم الرب يسوع المسيح